مراتب التلاوة، التحقيق والتدوير والحذر. فالتحقيق لو أعطينا مثالا عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا يكون ببطء وبتوضيح للحروف. وأيضا يستحسن فيه أن يستخدم القارئ المد العارض للسكون 6 حركات. أنتم تعلمون المد العارض للسكون عندنا حركتين أو 4 أو 6، أنت بالخيار. يستحسن مع هذه المقدار في الطول في القراءة والبطء أن نستخدم 6 حركات. العالمين أطول مد للعرض السكون هو 6 حركات. أما التدوير فيكون أقل بطئا من ذلك، متوسط بين الطول والقصر. الحمد لله رب العالمين، ويستحسن أيضا أستخدم 4 حركات مد العرض السكون، هو يتناسب مع هذا القدر من الإطالة. ثم الحذر وهو السرعة، ويستطيع الإنسان أن يقرأ بالحذر مقدار كبير في وقت يسير، وهذا لذلك كثير من الأئمة يستخدم الحذر في تلاوته في الصلاة في التراويح وفي قيام الليل. والمثال على ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا. وأيضا يستحسن أن نستخدم 2 حركات في المد العارض للسكون لما يتناسب مع سرعة القراءة ومقدارها وطولها. قد حان وقد صرنا به.